السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نقولوا بلي بيب غوارديولا يهين محرز على ملعب ويمبلي. يعني اليوم باش نقولوا بلي المقابلة هذه فيها عملية تدوير، باش نقولوا بلي سياسة غوارديولا فيها عملية تدوير. رانا نشوفوا عملية تدوير مطبقها غير على رياض محرز، والرياض محرز دروك يدخل في مرحلة تاع تهميش حقيقي، مرحلة تاع تهميش حقيقية. ماشي خاطر ما يجيش يكذب علينا يقول لك سياسة تدوير وعندي نجوم وعندي، على بالنا عندك نجوم، على بالنا باللي انت عندك انت طيارة انت منا بصح شتي. لا، رياض محرز كما تكلم ايطو، تكلم يا توري، تكلموا لاعبين اللي عاشوا هذا التهميش من طرف بيب غوارديولا. بيب غوارديولا اللي يبقى نعيطوا له مقبرة النجوم. غوارديولا هو مقبرة النجوم، كنا نتكلموا فيها. ماني راني عارف راني شنو نهضر، شنو جميع اللعاب اللي يكون مليح الا في البارسا، اللي لاعبين كانوا كبار عليه، لاعبين كانوا كبار عليه، ما ينجمش تحكم وين طاح على لاعبين افارقة. وشنا اليوم كيفاش راه وين جاب عقليات تاع هذه عقلية يديروها البايرن ميونخ. لاعب كيكون باين يشروه باي ثمن ويجيبوه، ما يزيدش يدير لهم ديرونجمون. شناها مع بوروسيا دورتموند كيفاش شرات لها اللعابة تاعها وما دارتلاش باش ما ديرلهاش ديرونجمون. حنا اليوم بيب غوارديولا طبق طريقه تاع بايرن ميونخ وين يقتلوا بعض اللاعبين. بيب غوارديولا وين عرف كيفاش يفريني نجوميه رياض محرز، عرف كيفاش يضيع له عام كامل، عام تاع شهره ضيع حاله بيب غوارديولا. لو كان حنا شفنا رياض محرز كل المقابلات، راكم شاهدين رياض محرز كل مقابلة تلعبهم ودا أحسن لعاب. شعمل مقابلة لعبها، شعمل لعب في لالي في الديبي تاع الشامبيونة، قاع لعبهم قاع دا فيهم 100 جوار، قاع دا فيهم 100 جوار، ياه مش راني غلط ولا قاع دا فيهم. وين شنا رياض محرز يبقى من أحسن لاعبين في مانشستر سيتي، وين الجمهور على باله، الصحافة على بالهم، حتى بيب غوارديولا على باله. لكن بصح كي نبقاو نشوفوا في التكتلات اللي راهم ضد رياض محرز، نعرفوا باللي بيب غوارديولا قرا رسالة تاع لاعبين اللي هم دايرين الكلون ضد رياض محرز، اللي راهم فارضين المنطقة تاعهم على بيب غوارديولا باش ما يلعبش رياض محرز، باش اليوم رياض محرز ما يلعبش. داروا كاع الوسائل تاعهم باش رياض محرز اليوم ما يلعبش وما يحطش كراعه في الميدان. على هذيك ما كاش رياض محرز، وين بيب غوارديولا يمشي مع الطريقه تاع اغويرو تاع ساني وتاع كيسموا هذاك راس الداند وهذاك ستانلينغ، هذا مشى لهم في الطريقه تاعهم. خاطش علاه؟ عرف بلي غادي يصرى له كيما مورينيو، كيما ساري، كيما عرف كيفاش، عرفوا كيفاش يركعوا لاعبين، بعض اللاعبين مانشستر سيتي عرفوا كيفاش يركعوا بيب غوارديولا تجاه رياض محرز. خاطش عليه كان يتكلم عليه، كان معاه، كان يلعبه، كان عاطيه هو الاول اللي تيري البيناتي، عاطيه كل شيء اللي كوفرو عاطيه. لكن في رمشة من العين وين دار عليه، وين دار له باللي عملية التدوير، سياسة التدوير اللاعبين، سياسة بنا هذه ما دخلش في رسالنا. وين وصل المدرب الإسباني بيب غوارديولا تهميش رياض محرز للمرة التاسعة على التوالي، وهذه المرة في بطولة الذي تألق فيها رياض محرز. وشنا كيفاش، وبهذا يكون غوارديولا قد خلف وعده ووصل سياسته في تحطيم وإبعاد محرز عن المنافسة التي لعب فيها محرز كل المباريات كأساسي. وعلقت الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على محرز أن يغير النادي قبل تدمير مستقبله مع مدرب عنصري وجهوي. عنصري قضية تاع الديانة، خاطش علاه كي نهضروا على غوارديولا على بالكم نقولها لكم ملحد، ما يأمن حتى بحاجة. أغويرو
ماسوني ستيرلينغ ما يأمن حتى بحاجة فانيك. هذه اللي نقولها لكم.